اول حاجه هنعمل ام علي عشان ايه تلحق تستوي كده وتعمل لنا وش كارمل حلو. هيبقى معانا قشطه، مكسرات دي مكسرات مشكله طبعا، اي نوع مكسرات عندكم، ولو ما فيش مكسرات هتنفع برضو، في ناس كمان ما بتحبهاش بالمكسرات اصلا ماشي. دي مكسرات مشكله، سكر بني، سكر ابيض، قشطه، لبن، كريمه، تمام. طيب هبقى اول حاجه هعملها ان انا هحط اللبن مع السكر ايه يسيحوا كده ايه مع بعض، خلاص اهو ماشي اهو. خلي كده هحط هنا بقية اللبن، قلبه كده ايه، عايزة السكر يدوب جوه اللبن. وبعدين هحط هنا القشطه، لبن مع قشطه، مع كريمه، ممكن بس اسيب كده حته قشطه وحبه كريمه، خلاص. واجيب المضرب الكهرباء، طبعا احنا عندنا هنا، انا نسيت اقول لكم الحاجه الاساسيه لام علي، ام ام في ده بيتباع جاهز في السوبر ماركت، في المحلات المخصصه لحاجه اللي هي الكيك الجاهز والكيك السينابون، في دلوقتي بتبقى في محلات مخصصه لحاجه الحلويات، ده بيبقى موجود مدور مستطيل زي ما انتم بتلاقوه. ما لقيتوش ده او نفسكم في ام علي وما فيش، كرواسون بايت، عيش فينو بايت، بس المنفيه ده بيبقى لطيف جدا. الباف باستري ممكن ان احنا نحطها يا دوبك في الفرن ونكسرها ونشتغل بيها، خلاص. طيب ابتدي بقى هنا ايه اضرب، بس هسيبه ممكن اضربه شويه كمان بس ايه عقبال ما اشوف اللبن ابتدى يغلي. هجيب بقى البايركس ده وابتدي احط فيه، اكسره بس مش عايزه اكسره قوي ماشي، يعني خليه كده باحجام كبيره شويه. كده هحط هنا المكسرات وابتدي كده ايه اغطيه كده، خلاص. طيب وهحط له رشة سكر بني كده زي ما هي عشان يبقى بيقرمش. طيب كده السكر اللبن غلي، هحط شوية كده هنا عشان ايه يذوبه كده على طول. الحركة دي بقى متخلوش ياخد وقت كتير في الفرن، واحط الباقي هنا وهضربهم ايه ضربة كمان، خلاص اهو. بس لحد ما يعمل الفوم ده بيدي كثافة كده حلوة جدا. بس ابتدي بقى ايه احط بالكبشة واوزع المقدار على المنفي بالطريقة دي لحد ما احس ان اللبن والكريمة والقشطة غطوا المنفي. طبعا ايه لازم نغطيه خالص ونغرقه فيها عشان المنفي ده بيشرب السوائل دي كلها ماشي، بيشربها فلازم ايه نغطيه ونعمله كده بالراحة عشان نتأكد انه كله اتوزع.
طيب اخر بقى هعملها كده بس، وهدخلها الفرن لحد ما تتشرب وتعمل لي كده ايه طبقه كده مكرمله، اعرف ساعتها ان ام علي بقت جاهزه ان احنا ناكلها.